يجب التأكيد بأن الموثقين الذين يقع عليهم أو يقع على عاتقهم واجب الالتزام بالشفافية والنزاهة والاستقامة في أداء مهامهم، يقع على عاتقهم أيضا قانونا التبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد بمناسبة تلقيهم أي عقد من العقود المعروضة عليهم، وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة التي ظلت لسنوات طويلة تستنزف خيرات البلاد وتنخر اقتصادها قصد المساهمة في معركة مكافحة الفساد بكل أشكاله وبشتى الوسائل القانونية الممكنة.